بالبداية حقيقة نكرر ما قلناه سابقا عبر وسائل الإعلام أن حضور تركيا دائما للمباحثات هو من باب رفع العتب لا أكثر ولا أقل، وتركيا دائما تراهن على عامل الوقت بحيث خرقت كل المواثيق والأعراف الدولية في مسألة المشاركة المائية مع دول الجوار. للأسف الشديد أنا أقول على الحكومة العراقية كان من وقت سابق عليها كانت تتجه للضغط على تركيا بالاتفاق مع الجارة السورية الشقيقة السورية، خاصة وأن تركيا تعسفت تعسف كبير مع الملف المياه في دول المشاركة المائية. هناك بحدود الأربع مواسم ودخلنا الخامس من الجفاف، وفي العرف الدولي يكون هناك تقاسم للضرر. نلاحظ أن الضرر بالكامل وقع على الجانبين السوري والعراقي، وكان الضرر بالجانب العراقي أكبر خاصة من نهر الفرات. هناك قطع تام سبب بنفوق كثير من الحيوانات، سبب بازدياد مساحة التصحر. الأراضي العراقية مهددة بحدود 90% بالتصحر، هناك فقدان للتنوع الأحيائي. وصلت الأضرار إلى أن وصلت إلى مياه الشرب حتى تعدت القرى، بل وصلت إلى المدن. ناهيك عن مسألة التلوث المرتفع، كون ان تركيا لا تطلق الا ما هي من مخلفات توليد الطاقه الكهربائيه والاستخدامات الصناعيه. انا اقول انه ملف المياه حقيقه الان يحتاج الى تدخل المجتمع الدولي، خاصه بعد ان اصبحت حرب اضرار. اتكلم تقريركم عن مشروع الجاب اللي انشئته تركيا، استغلت للاسف الكبير الظروف والمشاكل اللي يمر بها العراق وكذلك الجاره سوريا وخاصه في مقارعه الارهاب، فاستغلت ملف المياه وبدت يعني انشاء السدود والخزانات وحرق الانهار والممرات بدون الرجوع الى الاتفاقيات الدوليه، اتفاقيات الدول المتشاطئه. لاحظوا حتى اتفاقيه نهر الفرات اللي كانت 500 متر مكعب بالثانيه تكون حصه الجانب العراقي 58%، في حال ان تركيا لم تقم باستزامه يكون تضاف حصه اضافيه بالشهر اللي بعده. لكن نلاحظ انه تركيا ما التزمت، بالعكس بل هي وصلت الى قطع تام. نعم. يعني الان اللي لاحظ الفرات بدا الاستخدام من الجزء الميت، حتى بالعراق اصبحت تغذيه نهر الفرات عبر منخفض الثرثار. نعم. نعم، طيب سيد تحسين، يعني ذكرت انه مباحثات الجانب التركي هي لرفع العتب فقط، وايضا يعني دول المنبع تركيا ايران يعني تستمر في سياساتها ويعني في سياساتها في جفاف نهري دجله والفرات، اذا الا توجد هناك اوراق ضغط بيد الجانب العراقي ليضغط بها على تركيا لوقف هذه الممارسات؟ يعني لأكون صريح في هذا الملف، للأسف الحكومات المتعاقبة لم يكن ملف المياه بالعراق أولوية. أنا قلت كانت هناك ظروف نتيجة الإرهاب، وهناك ظروف أيضا نتيجة تعدد مصادر القرار بالعراق بحيث أفقدت أولوياتها إلى أن أوصل إلى مراحل متأخرة. أما بالنسبة للجانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقيقة تكاد تكون حصة العراق على حوض دجلة، ولربما إذا كانت هناك نستطيع أن تكون النسبة بحدود 15%، لكن الضرر الكبير اللي يقع على العراق هو من الجانب التركي. احنا نلاحظ أنه للأسف العراق كانت لديه مفاتيح كثيرة، منها مفتاح الميزان التجاري وصل لحدود 25 مليار دولار، وكذلك الملف الأمني كان ممكن أن يستخدم أيضا في هذا الجانب، وخاصة أن العراق بعث رسائل مطمئنة عن عملية حسن الجوار. الشركات الاستثمارية التركية اللي هي داخل العراق، لكن للأسف الشديد أنه نلاحظ أنه الجانب التركي لم يلتزم، بالعكس حتى كانت زيارة وزير الخارجية إلى العراق الأخيرة هي تثير الحفيظة، لربما تدخل بالشؤون، ذهب الحديث أبعد من سجار، تحدث عن قنديل وذهب إلى السليمانية، وعندما تحدث عن ملف المياه تحدث بأنه تركيا تنظر نظرة إنسانية. حقيقة هذا الأمر يثير الحفيظة، كون أن لدينا حقوق وهي حقوق المشاركة المائية. للأسف الشديد يعني أنا أعتقد أنه كان المفروض تحتج الخارجية العراقية على هذه الرسالة، لربما تكلم وزير الخارجية بلغة رجل الاستخبارات كونه هو كان ضابط مخابرات سابق، لم يتكلم بصفة وزير خارجية وعن علاقات المياه، بالعكس ذهب على الملف الأمني، يعني تكلم من جانب الحلقة الأقوى.
أنا أقول لدى العراق مفاتيح كثيرة لديه يستطيع الرد، وخاصة جنابك تعرفون أن الاقتصاد التركي يعني إذا تم التعامل من خلال الميزان التجاري وسيكون جانب ضغط كبير، ولدينا دلائل كثيرة خاصة في بعض المنتجات عندما كان هناك اكتفاء ذاتي يكاد يكون انهيار بالشركات التركية. يعني لاحظنا حتى السفير التركي بعض الأحيان تتجول في المناطق التجارية في بغداد في الأسواق خاصة عندما يكون هناك اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل. أنا أقول اليوم الوضع اختلف، خاصة أيضا الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قبل أشهر صرح تصريح خطير قال يجب الوقوف مع العراق كون أن بلاد النهرين مهددة أن يكون بلاد اللانور. السيدة جينيب لاسخارد أيضا قالت على جيران العراق مساعدة العراق بهذا الملف. إذا هناك نظرة من المجتمع الدولي من سياسة التعسف المستخدمة من الجانب التركي، نتأمل أن يكون هناك دور أكبر للخارجية العراقية، نتمنى أن يكون القرار أكثر حزمة من العراق، وأكيد خاصة آفاق التعاون بين العراق والجانب والجارة الشقيقة سوريا سيشكل عامل قوة جدا في انتزاع حقوق البلدين السوري والعراقي من الحصص العراق المائية. أنا أقول يعني ممكن أيضا أنه يكون هناك لجان مشتركة، صحيح هناك وفود مشتركة بين الجانبين العراقي والسوري، لكن أنا أقول نحتاج أكثر لربما أن تكون وحدة في القرار كون أنه نحن نعتبر بالنسبة لسوريا والعراق بلد مصب لتركيا على نهر الفرات. هناك يعني طرق كثيرة ممكن استخدامها بهذا الجانب. نعم. طيب سيد من الخارجية العراقية أو ننتظر سيد تحسين يعني من هذه الطرق التي تتحدث عنها، يعني هل من الممكن أن تتدخل العراق في هذا الموضوع بالقوة؟ يعني حرب تركيا المائية ضد العراق وعدم التزام تركيا بالاتفاقات الدولية، أيضا توالي التحذيرات بخصوص انهيار الأمن المائي العراقي، يعني وسط كل هذا هل أصبح من الضروري قيام الحكومة والبرلمان باستحصال الحاجة العراقية من المياه حتى لو كانت بالقوة؟ احنا من نتكلم عن جانب القوة ليست هي القوة نقصدها ان القوة المسلحة والعسكرية، نعم نقاط القوة موجودة ونقاط القوة كبيرة، يستطيع العراق ايضا الاعتماد على الموارد الطبيعية، يستطيع خاصة والكل يعلم ان لدى العراق موازنة كبيرة جدا، موازنة تسمى بالانفجارية، يعني اقصد عن المنتوج الوطني النفط، هناك ايرادات قوية وارتفاع اسعار النفط ممكن استخدامه في عملية تطوير ايضا جانب الاستخدامات المياه بالعراق أو إعادة وحدات المعالجة، لربما الذهاب إلى تحلية مياه البزيل، تحلية مياه البحار، إعادة تدوير الصرف الصحي، ممكن أنه هذه تكون جانب ضغط على الجانب التركي، وخاصة عندما يكون هناك قطع للعلاقات التجارية. ونذهب أبعد من ذلك، أنا قلت مفاتيح القوة كبيرة، حتى الملف الأمني أيضا هو مصدر قوة بالنسبة للجانب العراقي، تعرفون جيدا أن هناك اتفاقية أمنية بين العراق وتركيا، لربما تركيا توغلت أكثر من المقرر في الجانب العراقي. العراق لديه مفاتيح قوة، لكن يحتاج حقيقة ليكون صادق 100%، العراق يحتاج إلى مفاوض قوي. لحد الآن المفاوض العراقي مفاوض ضعيف، لا يجيد لغة التفاوض. إذا عندما يكون المفاوض العراقي قوي ويدعم بقرارات داخلية وخارجية ستكون هناك نتائج إيجابية كبيرة. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات سيد تحسين. كان معنا عبر خدمة السكايب من استوديو قناة اليوم في بغداد تحسين الموسوي خبير الزراعة والموارد المائية، أشكرك جزيل الشكر.